بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي دلوقتي بقى عند لاب نمبر 2. ممكن في الامتحان يجيب لك صورة شبه دي كده ويقول لك write an html file that create the following web page. تمام، يجيب لك حاجة شبه دي كده بالظبط، ويبقى عايزك تعمل نفس اللي موجود كده. يعني بصوا، دي تبقى h3 من الدروس اللي فاتت. انتوا عارفين ايه h3؟ عايز دي تبقى h3، عايز دي تبقى h3. تمام، عايز الحتة الفاضية دي يتعمل لها br، الحتة الفاضية دي br. تمام، عايز steps 1 و 2 و 3 كل دول كده ordered list. عايز دي تبقى unordered list، عايز دي description list، عايز دي ordered list. طب معلش، يعني انا مش فاهم ايه ال ordered وايه ال unordered. يلا بينا نتفرج على الدرس اللي فهمنا من البداية خالص، وبعد كده نرجع نحل السؤال الجميل ده. الدرس بتاع H5 من الدروس بقى السهلة خالص، بيتكلم على حاجة اسمها lists، وهو ازاي ان انت تعمل الشكل اللي قدامكم دوت، اهو شايفينه دوت، ازاي ان احنا نقدر نعمل حاجة شبه كده. خلاص، قالك عندنا كلمتين مهمين جدا، حاجة اسمها unordered list وحاجة اسمها ordered list. الـ unordered list يعني حاجة مش مرتبة، صح كده؟ دي اختصارها UL. اوكي، دي بتعمل لك كده زي نقط قبل الحاجة اللي انت عايز ترتبها. اما الـ ordered list فدي بترقم لك او بترتب لك. تعالوا كده ناخد examples على الكلام دوت. هنروح كده لصفحة الـ about. اوكي، وهنيجي هنا ونعمل مثال على الكلام بتاعنا. هناخد الـ UL ده طبعا تاج، طالما اتفتح لازم ايه؟ لازم يتقفل اهو. اوكي، UL. خلاص، ركزوا معايا من فضلكم. قالك التاج دوت لوحده ما ينفعش، لازم تحط جواه تاج اسمه LI، اختصار لكلمة list. فبتيجي هنا كده وتقول له LI. خلاص، ولازم تعمل ايه؟ تقفلها طبعا. اوكي، مثلا انت عايز تعمل ثلاث حاجات، وليكن A B C. تمام، قال لك الثلاثه دولت هيظهروا مترتبين ورا بعض. تمام، ولكن ببالت. تعالوا كده نتفرج. تعالوا اهو بصوا كده A B C، بس ايه؟ بالتد كده. خلاص اهو، جميل، رائع الكلام دوت. قال لك لو انت عايز ترقمهم هتعمل نفس العملة الجميلة اللي انت عملتها، واللي يكون هعمل HR كده عشان اعمل خط، واروح تاني واعمل UL بهذا الشكل UL، واروح اقفل ال UL دوت. تمام، خلاص، وجوه هروح واعمل ايه؟ هعمل الستات برضو، واللي يكون ABC. ايه ده، هو ايه الفرق؟ الفرق في حرف. يعني لو رحت دلوقتي عرضت، تمام، الحقيقة واحدة. احنا قلنا ان اليو بتدل على الـ unordered list، ولكن احنا عايزين هنا ordered list اللي هي حرف الاو. اوكي، يبقى حرف الاو ده هيغير المسار تماما. تعالوا نتفرج. هوب كده اهو بقى 1 2 3. اوكي يا جماعة، ها كلام سهل خالص، ما فيهوش حاجه، يعني الكلام انا شايفه كلام بسيط. هنا مديك اكزامبل لو انت عايز تدخل حاجه جوه حاجه. تمام، يعني مثلا تعالوا كده على سبيل المثال جوه الـ unordered list ديت. خلاص، في الليستايه بتاعت الايه انا ممكن اعمل فيها ordered list. تمام، في الليستايه بتاعت الايه ديت اهو بصوا كده. خلاص، يعني انا هنا جيت قلت له ايه على سبيل المثال، فعايز يطلع من الايه ديت لسته كمان. خلاص، فهعمل ايه؟ كل اللي حضرتك هتعمله ان انت الليستايه بتاعتك كده قبل ما تقفلها روح واعمل اللي انت عايزه. انا رحت اهو عملت اوردرد ليست، وليكن هكتب فيه مثلا دينا يوسف ممدوح مثلا. فمعنى كده ان الليستايه
الستاية اللي هي A ديت هيتم تقسيمها للستاية جديدة خالص. تعالوا كده نتفرج اهو، بصوا كده ال A اتقسمت لدينا ويوسف ممدوح، ممكن ال B اقسمها لأي حاجة وال C اقسمها لأي حاجة وهكذا. وممكن على فكرة دينا ديت خلاص اجي هنا واقسمها لحاجة جديدة خالص، تمام؟ اقعد العب بقى تمام كده اهو، بصوا اهو ايه دينا اتقسمت لواحد اتنين تلاتة خلاص كده، يعني ايه ال A اتقسمت لدينا يوسف ممدوح ودينا اتقسمت لواحد اتنين تلاتة A B C، ممكن واحد دي اقسمها وهكذا بقى براحتكم. بس مفيش حد بيوصل يعني للمرحلة ديت، بس انا حبيت ان انا اقول هنت عنها. هتلاقوني هنا هنا في المذكرة يعني ملخص لكم الموضوع بشكل ظريف، تمام؟ بقول لكم يعني ايه unordered list ويعني ايه ordered list بمنتهى البساطة. كلام سهل ولا صعب؟ ها؟ ان شاء الله يكون كلام سهل. يلا بينا ننتقل على H6 وH7 مهمين جدا يا جماعة، تمام؟ ومعلش لو انا هطول فيهم شوية، بس فيهم شغل كتير ولازم تفهموهم كلهم. طبعا المفروض دلوقتي خلاص بقيتوا عارفين الكلام ده كله يتعامل ازاي. هنروح دلوقتي بقى ناخد الكود العظيم بتاعنا ده، اوكي، ونحطه كده في البرنامج بتاعنا النوت باد بلس بلس اهو. ويلا بينا كده نشرح ايه اللي مكتوب فيه من البداية للنهاية. ولكن هنيجي هنا نقول له ex number 3 مثلا .html enter خلاص. طيب طبعا احنا اتفقنا ان الميتا رقة هنحط فوق دوك تايب محدش ينسى، تمام؟ يلا بينا نشوف هنلعب اللعبة الجميلة دي ازاي. ركزوا معايا بس من فضلكم علشان يعني لو جالنا حاجة شبه كده، تمام، نقدر ان احنا نعملها بمنتهى البساطة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين انا الصفحة عندي فاضية اهي، تمام؟ ولكن لو تلاحظوا هنا مكتوب my first nested list ويقول لك ان ده تايتل اوف ويب بيج، فده معنى كده ان احنا جوه الهيد لازم نقول له تايتل وماي فيرست نيستد ليست، ده لازم طبعا. جوه البادي بقى بيقول لك هنا انا عايز واحد ستيبس اوف باكينج كيك، دي تبقى نوعها اتش 3 من فضلك، تمام؟ ومش كده وبس، دي معمول لها اوردرد ليست. طب ما طالما ان هي اوردرد ليست فهاجي هنا واقول له انا عندي اوردرد ليست بس ورايح بالي، صح ولا مش صح؟ اوردرد ليست، تمام؟ وادخل جواها، ركزوا بس معايا من فضلكم، وابدا ان انا احط الليستات بتاعتي بقى. انا عندي كام ليست جوه الاوردر ليست؟ 3. رقم 1 ستيبس اوف بيكنج كيك ديفينيشنز كار درايفنج بريبريشنز، تمام؟ فمعنى كده ان انا هروح دلوقتي واحط الستيبس اوف بيكنج كيك دي جوه ليست ونوعها كمان اتش 3. طب ما خلاص بقى اهو، ادي اول واحده اهي جوه الاوردر ليست، لستايه اسمها ستيبس اوف باكينج كيك ودي نوعها ها زي ما اتفقنا اتش 3 خلاص خلصنا. وعندنا واحده كمان اسمها ديفينيشنز، تمام، نفس الفكره بالظبط اهو، نفس الفكره بالظبط، وهروح كده واقفلها تمام بهذا الشكل. وعندنا واحده كمان اللي هي كار درايفنج بريبريشنز، صح؟ اهي، واروح واقفل الليستيه بتاعتها كده. انا ايه، انا تمام جدا. لو رحت وجربت كده الشكل اللي هيطلع لي ادي كروم، تمام، هتفعل ان ديت ايه اوردرد ليست خلاص كده، طلع لي الشكل اللي قدامنا ده خلاص كده. اكيد انا نسيت وعملت حاجه زياده، تعالوا كده نشوف. نسيت اقفل الليستيه دي، تمام. فلو جيت دلوقتي كده وعملت ريفرش طلع لي اهوت 1 2 3 زي ما هو عامل هنا بالظبط. طيب جوه بقى، ركزوا بقى معايا، جوه اول لستايه، تمام، جوه اول لستايه عايزني اعمل الثلاثه دول، والثلاثه دول نوعهم ان اوردرد ليست. طيب خلاص، طالما ان هي جوه نفس اللستايه فانا قبل القفله بتاعت الليست بخش جواها كده وببدا ان انا احط الاكواد بتاعتي اللي هي ايه، اللي هي احنا قلنا ان دولت ان اوردرد ليست، فهقول له يو ال طالما ان هي ان اوردرد ليست. ارجوكم تكونوا شفتوا الدرس، تمام.
اهو ادي ان اوردرد ليست وميك انجريدينتس وميكس انجريدينتس الى اخره. تمام، ادي الان اوردرد ليست خلاص. وجوه الديفينيشنز عايزني اعمل ديسكريبشن ليست، دي انا ما شرحتها لكمش بس هقول لكم عليها، حاجه هايفه جدا بستخدم فيها الدي تي والدي دي. بصوا كده المنظر ده اهو، الدي تي اللي هو التعريف نفسه اللي هو البريد، وبعد كده الدي دي ده الديفينيشن، وبعد كده عندي الدي تي، وبعد كده عندي الدي دي وخلصته. اخر واحده خالص اللي هي الاوردرد ليست جوه ال اي الاخيره اللي هي بقول له فاستن يور سيت بيلت الى اخره يعني خلاص، وبقول له ان ديت اوردرد ليست وبحطها جوه الليسته دي بس كده خلصنا. لو حضرتك جيت جربت هتلاقيها شغال معاك زي السكينه في الحلاوه. فاهم؟ رائع الكلام ده جدا. ده كان اول ايه، اول اكزامبل عندنا. طيب تاني اكزامبل بيتكلم على التيبلز، والحقيقه ان انا هحط لكم دلوقتي حالا شرح للتيبلز خلاص، وهنيجي بعد كده نعمل المثال اللي قدام حضراتكم ده. التيبل من الحاجات الجميله جدا تمام والسهله جدا 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 لو فهمتها. طيب يلا بينا كده ونتخيل مع بعض ان احنا عندنا جدول عامل كده. هناخد الاول جدول بسيط وبعد كده نصعب الموضوع شويه شويه. هنا عندنا اي دي نيم فون، واحد اتنين تلاتة، احمد علي يوسف، الفون 050-056-054 مثلا يعني. اوكي طيب ازاي الكلام ده اترجمه ل HTML؟ طيب ركزوا معايا بس كده، هنعمل لعبة مع بعض خلاص. يلا بينا. اول حاجة ده كله على بعضه اسمه ايه؟ اسمه تيبل. يبقى اذا هروح كده تمام واعمل تيبل. ناخد بس ده كده الاول كوبي اهو بهذا الشكل. يبقى ده بالنسبة لي كله عبارة عن ايه؟ عبارة عن تيبل. يبقى اذا هروح كده واكتب تيبل اهو تيبل تمام. ماشي، يبقى انا فتحت تاج اسمه تيبل وقفلت تاج اسمه تيبل، وببتدي امشي. ركزوا معايا بقى، رو رو ده كده يعتبر بالنسبه لي رو، وده بالنسبه لي رو، وده بالنسبه لي رو، وده بالنسبه لي رو. يبقى انا عندي كام رو؟ عندي 4 روز. فبروح جاي عامل ايه؟ المفروض ان ده رو خلاص كده، بيبقى اسمه عندنا تيبل رو او تي ار. فبفتح تي ار تمام وبقفلها تاني. ده كده انهي رو؟ الرو الاول. وبعد كده بفتح تي ار وبقفلها تاني، وبعد كده بفتح تي ار وبعد كده بقفلها تاني، وبعد كده بفتح تي ار وبعد كده بقفلها تاني. يبقى انا كده بقى عندي كام رو؟ ادي رو اللي هو 1 2 3 4. هدخل بقى في الرو الاول. الرو الاول في كام داتا؟ ها عندي 3 داتا. طب الداتا دي نوعها ايه؟ نوعها ان هي هيدر. فطالما ان هي هيدر بيطلق عليها تي اتش، هيدر تيبل هيدر. عندي كام واحده؟ عندي 3. فكل اللي انا بعمله ان انا بعمل 3 هيدر اهو، يبقى تيبل هيدر وبقفله، تيبل هيدر وبقفله، تيبل هيدر وبقفله. بعد كده عندي داتا بقى، يا ترى الداتا دي بالنسبه لي هتبقى هيدر؟ قال لك لا دي داتا، فبيبقى اسمها تي دي او تيبل داتا تمام. فالرو التاني
هعمل فيه كم داتا؟ هعمل فيه 3 داتا، يعني هقول تي دي واقفلها، تي دي واقفلها، تي دي واقفلها، واحط القيم بقى. تمام، تي اتش عندك هنا اي دي اهو، اي دي، وهنا في نيم، وهنا في فون. الداتا هنا عندك 1 أحمد 055، وبعد كده اكرر نفس الكلام الى اخره. طب ايه رايكم ان احنا نعمل الكلام دوت عملي؟ فاعتقادي هيبقى احلى والطف. يلا بينا. اهو صغر ده كده شوية، نجيبه كده، ويلا بينا نعمل الجدول بتاعنا. معلش هو زعلان ليه؟ اوكي يلا بينا، همسح كل الكلام ده. ماشي، يلا بينا نعمل التيبل. قلنا ان انا عندي اول حاجه بعملها تيبل، وبرجع وبقفل التيبل، خلاص. وبعد كده ببتدي اشوف انا عندي كام رو، عندي كام رو انا اهو، 1 2 3 4، عندي 4 رو صح. فببتدي اعمل تيبل رو، وبعد كده بقفله تاني. يبقى انا كده عملت كام رو؟ ها كده عندي رو واحد بس، يبقى انا كان عندي تيبل برو واحد. لو انا عملت كده وشغلت هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي مربع تيبل برو. بصوا كده لو شغلت او ران كروم مفيش اي حاجه خالص. اوكي، قال لك مفيش حاجه خالص لان انت ما حددتش سمك البوردر. فلازم تيجي بعد تيبل وتقوله لو سمحت خلي لي البوردر بتاعي بيساوي مثلا 1 على سبيل المثال. تعالوا كده نجرب ونعمل اف 5 اهو، طلع لك ايه؟ بصوا اهو تيبل برو، رو واحد بس. تمام، طيب تعالوا نكمل. يبقى احنا كده اخدنا تيبل واخدنا البوردر وتي ار اللي هي الرو، وبعد كده عندنا الهيدر وعندنا الداتا. طيب احنا كده عملنا كام صف؟ عملنا صف واحد بس. يلا بينا نكمل الصفوف. ادي صف 2 3 4، يلا بينا ندخل جوه الصف الاول. يا ترى الصف ده هيدر؟ اه، في كام قيمه؟ 1 2 3. جميل، يبقى اذا انا عندي تي اتش واقفلها تاني. تمام اهو 1 2 3، لان انا عندي 3 قيم. القيم بتاعتي ايه؟ اي دي، وعندي نيم، وعندي فون. اوكي، خلصت الصف الاول، رائع، ده كده الصف الاول. اروح بقى للصف الثاني اهو، هدخل كده فين، اروح هنا للصف الثاني. عندي كم حاجه؟ عندي 3 حاجات. دي بتعتبر ايه؟ هيدر ولا داتا؟ داتا، 1 2 3 اهو. فباجي هنا وبعمل تي دي وبقفلها تاني، تي دي. تمام، وعندي 3 حاجات فبكررها 3 مرات، خلاص. وبحط القيم، ايه القيم؟ 1 أحمد علي. تمام، خلصت الرو ده، اروح للرو اللي بعده. الرو اللي بعده فيك اهو، اللي هو الرو ده. تمام، انا دلوقتي في الرو ده في 3 بيانات، هحط 3 تي دي اللي هم مين بقى؟ 2 علي. تمام، 056، هنا كان 055، معلش اتلخبطت، 055. بعد كده اروح للرو الثالث وعندي 3 تي دي اللي هم مين بقى؟ 3، وبعد كده يوسف، وزيرو 054 اهو. فاللي بيبص كده بيبقى عارف ان هو عنده تيبل اهو، ده تيبل اهو، خلاص. في كام رو؟ في 4 رو، 1 2 3 4.
الرو الاول في 3 هيدر اي دي ونيم وفون، الرو الثاني في 3 قيم رقم 1 احمد 055 وهكذا. لو انا رحت بقى دلوقتي وعملت اف 5 يجي لي الجدول على طول، ايه رايكم؟ ها هي سهله وجميله ولا لا؟ هي سهله وجميله ومفيش مشكله. واحد يقول لي طب انا لو ما كنتش عامل بوردر كان ايه اللي هيحصل؟ ها تفتكروا كان ايه اللي هيحصل؟ اف 5 كان الجدول هيطلع لك من غير بوردر اصلا بالشكل ده كده، علشان كده بنيجي هنا دائما وابدا وبنعمل بوردر. طب ينفع ان انا ازود القيمه؟ اه هقول له 10 مثلا. تعالوا نتفرج على الشكل، اف 5 عمل لك البوردر 10، البوردر الخارجي 10، فادى الشكل اللي قدامكم ده. طب واحد يقول لي لو انا ما كنتش عامل دي تي اتش ومخليها تي دي عاديه، لو تي دي فمش هيعمل لك ان الهيدر بالبولد كده، هيخلي لك الهيدر مش بولد. هو ده الفرق ما بين تي اتش وتي دي. تمام؟ ده كده يا جماعه موضوع التيبل باختصار، يا رب تكونوا فهمتوا. طيب لو جاي لك جدول شبه ده كده تيجي نعمله؟ ها يلا. اول خطوه هنعمل ايه؟ هنكتب تيبل ونقفله، تقريبا اول خطوه عشان ناخد درجه. اوكي طيب، وننساش ان احنا نخلي البوردر بتاعه بيساوي 1 مثلا. اوكي بس ده اكتر من 1 يعني، ممكن نخليه 3 مثلا، هو سميك شويه. اوكي طيب، عندنا كام رو بقى؟ تعالوا نعد، 1 2 3. اوكي بس خدوا بالكم 3 ده عبارة عن 2 رو، يعني احنا عندنا ايه بقى؟ 1 2 3 4 5. نخلي بالنا من الحتة دي يا جماعة. ممكن واحد يعدهم على انهم 4، 1 2 3 4، لا ده خدوا بالكم ان الصف الثالث متقسم لايه؟ لصفين، فانا باخد بالاكتر، فبقى 1 اهو امشي للاخر، 2 3 4 5. فاذا باجي هنا وبعمل 5 صفوف، التاج اسمه تي ار، الله ينور عليكم، وبقفل التي ار. اوكي وهعمل منه 5، 1 2 3 4 5. يلا بينا نشتغل في الرو الاول. الرو الاول يعتبر هيدر علشان معمول بولد اهو. اوكي ولكن القيمة الاولى فاضية صح، والقيمة التانية فاضية، والقيمة التالتة والرابعة بصوا اندمجوا مع بعض. القيمة التالتة والرابعة اندمجوا مع بعض. طب دي بقى نعملها ازاي؟ تعالوا نتفرج. اولا القيمة الاولى اللي هي تي اتش مالها؟ فاضية، بخليها فاضية. تمام؟ والقيمة الثانية فاضية. طب القيمة الثالثة؟ القيمة الثالثة اندمجت مع الرابعة. القيمة الثالثة اندمجت مع الرابعة. ولو تلاحظوا ان ده بالنسبة لي عمودين اندمجوا مع بعض. فباجي عند التي اتش بتاعي وبقول له على فكرة انا عندي كل سبان بيساوي 2. يعني ايه بقى كل سبان بيساوي 2؟ يعني انا دلوقتي الصف، او انا دلوقتي العمود التالت. خلاص انا دلوقتي العمود التالت. خلاص فانا كعمود تالت هدخل على العمود الرابع، فاحنا الاثنين هنبقى عمود واحد بس. فحطيت حاجة اسمها كول سبان او كولوم سبان بيساوي 2، وبحط القيمة. القيمة بتاعتي بكام؟ بجريدز. طب ايه رأيكم نعمل ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده لو تلاحظوا ان هو برضو هيدر. اوكي لان هو معمول بولد اهو، فبالتالي باجي هنا وبقول له تي اتش وبعد كده بقفلها تاني. فأول قيمة
في الصف الثاني فاضية صح؟ فبخليها فاضية. بعد كده قيمة قيمة قيمة. ها عندنا student وبعد كده exam one وبعد كده exam two. ايه رأيكم في اللعبة؟ ها سهلة؟ طب ايه رأيكم نتفرج ايه اللي حصل لغاية دلوقتي؟ يمكن في غلطة. يلا بينا يلا بينا. هقول له run اهو. سوري run كروم. ايه رأيكم فعلا عمل اللي انا عايزه بالظبط؟ شفتوا بقى دمج اهو. احنا عندنا عمود اتنين دمج تلاتة واربعة عن طريق امر ايه؟ كولوم سبان. لان انا كنت واقف هنا عند العمود ده يعني العمود التالت اندمج على العمود الرابع. طيب كده انا خلصت الرو الاول اهو وخلصت كمان الرو التاني. اروح بقى عند الرو التالت. الرو ده فيه تركية كده صغيرة تعالوا نكتشفها لانها ممكن تيجي في بعض الامتحانات او الانترفيوز. تمام بصوا كده يا جماعة في الخلية دي. لو تلاحظوا ان الخلية ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلية مدمجة. تمام فمعنى كده انا هنا عندي خلية اوكي تعتبر ايه هي بص معمولة بولد ايه. تمام فانا دلوقتي جوه الصف التالت فهعمل ايه؟ هدخل كده تقول له على فكرة انا عندي تي اتش واقفلها زي ما انا متعود. نركز من فضلكم بس التي اتش دي يا جماعة مالها؟ ها ركزوا معايا التي اتش ديت مالها؟ الله ينور عليكم مدموجة مع اللي بعدها بس ده صف. لما كان عندي كولومز فوق قلت له كول سبان لكن لو صف هقول له رو سبان بيساوي كام؟ بيساوي 2 وبكتب اندر جرادويت. تمام كده جميل. وبعد كده بقى اكمل الصف التالت عندك كام؟ 189 كل دي داتا اوكي. فهقول اهو تي دي بقفل التي دي. تمام عندك ايه بقى؟ تعالى كده ناخدها ادي 1 2 3 التي دي عندك كم؟ تمام وعندك 100 وعندك 89. خلصت انت الرو التالت نروح للرو الرابع. الرو الرابع خلاص التي اتش بتاعته اندمجت مع اللي قبليها فانا مش محتاج ان انا اعملها. امال هعمل ايه؟ هعمل التلاتة تي دي. التلاتة تي دي بتوعي اللي هم مين؟ اللي هم ساندي وعندك 7 8 و9 2 واخيرا الرو الاخير عندي فيه واحدة تي اتش اسمها graduates صح كده تي اتش وعندي 3 تي دي. ممكن اخدهم بقى كوبي وبيست اهو بسرعة كده واغير القيم بس. عندك تايلور ماشي وعندك 8 3 7 3 8 3 و7 3. يلا بينا نجرب نعمل اف 5 فعلا طلع لي النتيجة زي ما انا عايز بالظبط. يبقى اذا التمرين ده اخدنا فيه حاجة جديدة او تركية جديدة اللي هي الكول سبان والرو سبان. لو رحنا بقى لفايل الوورد هتلاقوني طبعا شرح لكم الموضوع زي ما شرحته بالظبط في الفيديو. دي التاجز بتاعتنا ده طبعا to create row ماشي border to determine the width of the tables the table border tr اختصار لتيبل رو ودي اختصار لتيبل ها
هيد، ودي اختصار لتيبل داتا. كول سبان فور كولوم ميرجينج، علشان تدمج الكولومز، وديت فور روز ميرجينج. وبعد كده عندك السيل سبيسينج والسيل بادينج، هناخدهم في الجزئيه اللي جايه. فاضل لنا امرين مهمين جدا، امر اسمه سيل سبيسينج وسيل بادينج. عايزكم تبصوا على الاشكال اللي هوريها لكم دلوقتي. بصوا كده الشكل ده والشكل ده والشكل ده، اكيد طبعا في فروقات. الفروقات في موضوع السيل بادينج والسيل سبيسينج، تعالوا نعرف الفروقات ما بينهم. وعايز اقول لكم مش كتير يعرف الفروقات ما بين السيل بادينج والسيل سبيسينج. تعالوا كده هنتخيل كده مع بعض، ركزوا معايا من فضلكم، ان دي خليه، ان دي ايه؟ خليه، ودي كمان خليه، وهنا مكتوب تكست 1 وهنا مكتوب تكست 2. بصوا بقى، شايفين المسافة ما بين التكست والخلية نفسها؟ يعني المسافة اللي قبل التكست، المسافة اللي بعد التكست، المسافة اللي فوق التكست، المسافة اللي تحت التكست، دي بيطلق عليها سيل بادينج. أما المسافة اللي هي دي بقى اللي ما بين كل سيل والتانية بيطلق عليها سيل سبيسينج. يلا بينا نحس الكلام ده، يلا بينا. هنيجي هنا كده، طبعا السيل بادينج والسيل سبيسينج بيتكتبوا بعد تاج التيبل. اوكي، هاجي هنا كده هقول له ان السيل بادينج بزيرو، هنبتدي الاول كده بزيرو خلاص، ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتوا شايفين بصوا كده اهو، بصوا كلمه اكزام 2 مثلا لازقه، هي طبعا انا خدت كلمه اكزام 2 عشان هي الاكبر، لو تلاحظوا ان هي لازقه في اطراف الخليه. طيب هنروح كده ونقول له خلي لي السيل بادنج ب 20. تعالوا نتفرج ايه اللي هيحصل، ركزوا معايا. عمل ايه بقى؟ جاء عند كل كلمة وخلى قبلها 20 بكسل 20 بكسل 20 بكسل 20 بكسل. تمام؟ طيب ايه بقى موضوع السبيسينج ده؟ تعالوا نتفرج. هاجي هنا واقول له خلي لي السبيسينج بزيرو. بصوا اللي هيحصل. لو تلاحظوا ان الخلية دي والخلية دي في مسافة ما بينها، لكن أنا قلت له زيرو، راح جاي لزق لي الخلية دي في الخلية دي. طب لو قلت له خلي لي 10 هيعمل إيه؟ ها؟ بصوا، خلى 10 بكسل ما بين كل خلية والتانية، وطبعا الجدول طلع بهذا الشكل. عرفنا كده إيه موضوع السيل بادينج والسيل سبيسينج. هي دي يا جماعة الفرق ما بين السيل بادينج والسيل سبيسينج. انا مش هكتب فيهم حاجة، تمام؟ يعني انا هكتب هنا ايه؟ watch the video. ضروري جدا ان انت تشوف الفيديو في الحتة ديت، لان هي مش هتوضح بالكتابة يعني. كده يبقى احنا خلصنا موضوع التيبلز، موضوع سهل وشيق، ولو انتوا فهمتوه اي تيبل قدامكم ان شاء الله تقدروا ان انتوا تعملوه. ويلا بينا بقى نخش على السؤال بتاعنا، بيقول لك عايزك ترسم جدول شبه ده بالظبط. خلاص، طيب مبدئيا كده الجدول ده ليه كابشن، فانا هروح اعمل اهو تيبل خلاص، والبوردر بتاعي بقى يا جماعه يعني مره تبداوا بواحد خلاص مثلا يعني خلاص اهو، هروح احفظ واروح اقول له لو سمحت فرجني عليه. تمام، لو انت بصيت كده هتلاقي لا ده مش شبه اللي موجود، تروح جاي مزود باتنين، تزود بتلاته، لغايه ما تلاقيه في الاخر ظبط معاك. واصله؟
علشان بس ايه يعني ما تقعدش تدوخ نفسك كده. بص كده خلاص هو ظبط بقى شبه اللي موجود فيه. تمام. طب اللي بيقول لك ان ده تيبل كابشن، طب الكابشن اعمله زي في التيبل، اقول له كابشن واحط جوه الحاجه اللي انا عايزها، ولو معمول لها بولد اعملها بولد سترونج. خلاص. بعد كده هبدا ان انا اشوف عندي كام صف بقى. اول صف ده واضح ان هو هيدر، فهروح كده واقول له انا عندي تي ار، التي ار ده فيه 8 هيدر. طب الهيدر الواحد بيرمز له بايه؟ بتي اتش، فتي اتش تي اتش تي اتش، وكل واحده جواها الكلمه بتاعتها. طيب هنزل بعد كده في الجزئيه ديت، هلاقي عندي كام صف، عدوا انتوا بقى تعرفوا تعدوهم. هتدخلوا على اضيق حته اللي هي دي، ادي صف، ادي 2، ادي 3، ادي 4. يبقى انا كده عندي كام صف؟ 4 صفوف. هبدا بالصف الاولاني. يعني ايه يا جماعه؟ بصوا كده عشان بس تفهموا الحته الظريفه ديت. تمام. يعني انا هاخد كده اهو ده بهذا الشكل كده وهعمل كده. خلاص حلو قوي. طيب تعالوا بقى نعدهم. هنعدهم ازاي؟ ادي اهو اول صف بالنسبه لي ده كده اول صف، اوكي، وادي ده كده تاني صف، صح، وادي كده تالت صف، واخدين بالكم يا جماعه، وادي كده رابع صف. خلاص. طب انا عايز اروح دلوقتي اكتب اول قيمه عندي. خلاص. في حاجه مكتوبه هنا، اه ده انا عندي كلمه اي تي 230 مكتوبه هنا في الحته دي، بس معمول روس بان، معمول دمج لاربع حاجات اهو، 1 2 3 4. خلاص. فهاجي هنا كده وهقول له انا عندي تي دي هتدمج اربع صفوف اللي هي روس بان باربعه، واحط فيها اي تي 230. طيب هندخل بعد كده على الكلمه دي اللي هي 101.02. طب 101.02 دي المفروض مكتوبه هنا، ولكن انا تمام لو تلاحظوا دمجت كام حاجه، ها ادي صف وادي صف، انا كده دمجت حاجتين. تمام. فهروح هنا كده واقول له اعمل لي روس بان لصفين. خلاص. واحط فيها القيمه دي، وبعد كده القيم الباقيه احطها في تي دي عاديه خالص. تمام. لغايه ما توصل عند الدمام هتدمج كام حاجه اهو، 1 2 صفين. خلاص. وهتعمل نفس الكلام ده لباقي الصفوف لغايه ما توصل عند اذر كورسز، هتلاقي نفسك بتدمج 8 اعمده اهي، كول سبان 8. لازم تبقوا شايفين الدرس. انا ما كنتش هينفع اشرحها واقول لكم اكتبوا كده وخلاص من غير ما اعمل لكم الدرس اللي انا عملته لكم. خلاص. رائع. اخر حاجه بقى الفورم، وده اسهل حاجه، ويا رب يجي لكم حاجه شبه كده، ده ما فيهوش حاجه اصلا يعني. تمام. فعلا والله كلام فارغ جدا. تعالوا الاول نتفرج على الدرس بتاعه وبعد كده نرجع له على طول. الفورمز من الحاجات المهمه جدا والاكثر شيوعا واستخداما على صفحات الانترنت. تمام. طبعا ده كده فورم، اي فورم اللي هو بيبقى فيه اماكن بتخلي اليوزر يكتب فيها وزراير يداس عليها بهذا الشكل. طبعا المفروض ان كل حاجة من الحاجات دي ليها اسم. يعني مثلا ده اسمه ليبل، ده اسمه ليبل اللي هو انتر يور نيم. الليبل ده حاجة علشان تعرض بيها قيمة فقط لغير. تمام. طيب ده مكان اليوزر بيكتب فيه، فطالما ان ده مكان اليوزر بيكتب فيه فده يعتبر ايه؟ يعتبر انبوت. تمام. طيب وبرضو ده يعتبر ليبل، وده يعتبر مكان كبير علشان اكتب فيه، فده يعتبر بالنسبة لي انبوت، وده يعتبر ايه؟ الله ينور عليكم، ليبل. وده 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 دول كده يعتبروا ها حاجة اسمها تشيك بوكس، تشيك بوكس. تمام. وده طبعا يعتبر بالنسبة لي ايه؟ بطن يداس عليه علشان يسبميت الداتا اللي تم اختيارها من هنا. ازاي نطلع الشكل ده؟ اوكي. يبقى اذا احنا عندنا كام كنترول دلوقتي؟ ها عندنا ليبل وانبوت وتشيك بوكس وايه وبوتن. يلا بينا نشوف ازاي نكتبهم عن طريق ال HTML. ركزوا معايا من فضلكم. اول حاجة حضرتك بتعملها ان انت جوه البادي، تمام،
بتعمل تاج اسمه فور. اوكي، وطبعا حضرتك بتفتحه وبعد كده بتقفله تاني. لو بصينا هنا في الشكل كده هنلاقي ان احنا اول حاجة عندنا ايه؟ عندنا ليبل. اوكي، فالليبل بتاعنا بنعمله بالطريقة التقليدية العادية جدا، ليبل وبعد كده بنقفله بهذا الشكل. اوكي، لو نلاحظ كده ان احنا في الصورة هنا الليبل ده هنكتب جواه enter your name، فباجي انا جوه الليبل ده وبكتب كلمة enter your name. ركزوا معايا من فضلكم، بعد الليبل على طول في عندي مكان اليوزر بيكتب فيه. لما اليوزر بيكتب حاجة او بيدخل قيمة بيطلق عليها input، بيطلق عليها input. تمام؟ طيب، فاذا هعمل تاج جديد نوعه input اهو. التاج اللي نوعه input ده بيبقى ليه type. type بتاعنا هيبقى text. type بتاعنا هيبقى text. وما تنساش ان انت تسمي الانبوت بتاعك، وهتسميه عن طريق اتريبيوت اسمها نيم. نيم بيساوي يوزر نيم، براحتك ممكن تسميه اي حاجة. ولو عايز تحدد السايز بتاعه هياخد كام كاركتر، قول له ان السايز بيساوي مثلا 40. وما تنساش انك تقفل الانبوت، ولو عايز تقفله في نفس السطر اقفله كده. حضرتك عملت الصف الاول بتاعك او الجزئية الاولى ديت عن طريق ما يسمى بالليبل. لو انت بصيت للجزئية التانية هي عبارة عن ليبل وعندنا كمان تكست كبير شوية. طب دي بنعملها ازاي؟ تعالوا نتفرج. هروح اهو واعمل مكان للليبل وما انساش ان انا اقفله، وبعد كده مكتوب هنا give your life story in 100 words or less، فبكتب له give your life's story in 100 words or less. لحد كده في اي مشكلة؟ انا كده ماشي صح؟ حلو قوي، جميل. لو احنا بصينا هنلاقي ان في مكان كبير شوية كده. المكان ده في ال HTML بيطلق عليه text area، فبقول له text area. تمام، وده بيبقى ليه مجموعة من ال attributes. عندنا طبعا ال attribute الاساسي اللي هو name. تمام، وليكن هيبقى life story، وعندنا عدد الصفوف اللي انت عايزها فيه قد ايه، وليكن 5 صفوف، وعدد الكولومز اللي انت عايزها فيه قد ايه، وليكن 60 كولوم. تمام، وما تنساش ان ده بيتقفل بهذا الشكل text area. تمام كده. طب ايه رأيكم كده ان احنا نجرب نعرض؟ لان احنا لما هنعرض هتحصل مشكلة صغيرة. تعالوا نتفرج، عايزكم انتوا تكتشفوا المشكلة. اوكي اهو، طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا كلها سايحه على بعضها، فالمفروض ان انا بعد التكست ده هنا في الحته دي اعمل، الله ينور عليكم، بي ار. اروح واعمل بي ار فين بقى؟ اهو بعد الليبل ده اروح اعمل بي ار بهذا الشكل.
كده انا هنزل سطر جديد، وبالتالي الموضوع هيبقى بالنسبة لي كويس جدا. مش كده وبس، انا كمان ممكن اعمل بي ار بعد لس، يعني هنا كده اروح جاي عامل بي ار بهذا الشكل، تمام. فلما اجي اشتغل اهو هيطلع لي بهذا الشكل. بس لو تلاحظوا كده ان التكست اريا صغير شوية، تمام. وانت هنا المفروض ما تقولش كول، هتقول له كولومز، الحاجات اللي الناس بتقع فيها. فلما نيجي نعمل انتر فهتلاقوه زبط شوية. طب في ايه تاني بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده عندنا ليبل اسمه check all that apply to you. فبروح وبعمل ليبل جديد، ما نساش اعمل، الله ينور عليكم، بي ار، وبعمل ليبل جديد بفتحه وبعد كده بقفله، تمام. وبعد كده ببتدي ان انا اكتب الجملة اللي انا عايزها، اللي هي check all that apply to you. check all that apply to you. وبعد كده هتلاقوا في ثلاثة check box. التشيك بوكس دي بالنسبة لي تعتبر input، فبيجي كده بقول له والله انا عندي input. طيب نوعها ايه؟ التايب بتاعها بيساوي check box، تمام. وبعد كده المفروض ان هي فيها قيمة، صح؟ ليه كلمة tool، فبروح وبكتب tool. طيب ازاي اكتبها؟ قال لك عندنا حاجة اسمها value، الفاليو بتاعتها بتساوي tool. بعد كده روح واقفلها، انا بقفلها في نفس السطر، تمام. وعندنا كمان واحدة ممكن انزلها تحت عادي اهي، ممكن دي برضو تبقى في سطر لوحدها. وعندنا تشيك بوكس كمان، بس التول او الفاليو بتاعتها مختلفة. تعالوا نشوف الفاليو بتاعتها فاني، تمام. وعندنا واحدة كمان الفاليو بتاعتها سمارت. طيب حلو قوي الكلام دوت، ايه رأيكم نجرب ونشوف ايه اللي حصل؟ يلا بينا. جميل، طلع لي اهو check all that apply to you بس من غير كلام زي ما انتوا شايفين. ومشكلة اكبر ان انا قدرت في التشيك بوكس احدد التلاتة مع بعض كده اهو، واخدين بالكم؟ فاذا انا كده ناجح جدا، لان التشيك بوكس دي وظيفتها ان انا اختار اكتر من اختيار. بس المشكلة بتاعتي دلوقتي هو ليه مش عارض هنا الكلام؟ تعالوا كده نتفرج. لو تلاحظوا ان الفاليو دي اللي فيها كلمة tool او funny او smart، الفاليو دي يا جماعة دي القيمة اللي بتتبعت للسيرفر والسيرفر بياخدها. طب انا عايز دلوقتي اعرف انا ممكن اعرضها ازاي؟ قالك بتعرضها بالطريقة التقليدية، يعني بتيجي كده ما بين فتحة الانبوت وقفلتها وقول له tool بس كده. نفس القصة هنا برضو اهو، وقول له هنا funny، وهنا قول له smart. اوكي، لغاية دلوقتي في مشكلة؟ ها، الحياة سهلة وبسيطة. طيب في عندنا كمان ايه بقى في الاخر؟ زي كده button. البطن ده يعتبر بالنسبة لي برضو input، لان اليوزر بيدخل بيه حاجة. اوكي، فلازم هننزل سطر جديد بعد الليبل اهو br، ونروح نعمل input جديد. طبعا احنا قلنا ان كل input ليه type، فالtype المرة دي هيبقى submit.
اوكي. وبعد كده ممكن تقول له بقى ان الفاليو بتاعته دي القيمه اللي هتتعرض بيساوي القيمه اللي هنا اللي هي مكتوب فيها publish my life's story. وبعد كده ممكن تقفله خالص او publish my life's story. تمام. ما تنسوش يا جماعه ان دائما وابدا في نيم لكل انبوت، والنيم دوت اختياري براحتك. يعني النيم هنا مثلا بيساوي life submit مثلا، بحيث ان انا لما اجي اشغل بقى دلوقتي انتر طلع لي نفس الشكل بالظبط اللي هو عايزه. اوكي. وبكده يبقى انا حققت الكلام اللي هو ايه اللي هو قاله. طيب في بقى سؤال دلوقتي، نفترض ان هو هنا بيقول لك تشوز 1. اوكي، بيقول لك تشوز 1، يعني طالما ان هو تشوز 1 فمعنى كده انها هتبقى راديو بوتون اللي هي المدوره بقى. اوكي، فالحل ايه؟ الحل حضرتك، انا الاول بس ده هاخده كده ماشي، وهكتب عليه اكزامبل 1. ماشي، وعندنا كمان اكزامبل 2 عشان الناس اللي حابه تفتكر. انا كل اللي هعمله ان انا بدل ما يبقى عندي تشيك بوكس يبقى عندي راديو بوتون. فالراديو بوتون بتكتب بس كلمه راديو بدل تشيك بوكس اهو، راديو بس كده خلاص. تعالوا بقى نشوف ايه المشكله اللي هتحصل. بحفظ، باجي هنا بشغل، فعلا جاب لي ايه؟ جاب لي راديو بوتون. ركزوا معايا بقى، بصوا انا اخترت تول دلوقتي صح؟ لو دوست هنا اخترت فاني، لو دوست هنا اخترت سمارت. بقى عندي مشكله ان انا ما عنديش ميزه اختيار حاجه واحده، ده انا كل ما بختار على واحده بيتم اختيارها، عامله زي التشيك بوكس بالظبط. ازاي بقى اخلي الفورم ده يفهم ان انا لو اخترت تول مثلا وجيت اخترت فاني يتشال التشيك من على تول وتروح لفاني؟ ازاي اعمل الموضوع ده؟ تعالوا نتفرج. علشان حضرتك تعمل الموضوع ده هتروح تدي نيم واحد للثلاثه راديو بوتون، يعني هتقول له النيم مثلا بيساوي جروب 1. بصوا كده اللي هيحصل اهو، بقى الراديو دي تعتبر في جروب 1، والراديو دي في جروب 1، والراديو دي في جروب 1. خلاص. لو انا جيت دلوقتي بقى شغلت اخترت تول، ها اخترت، رحت اخترت فاني هتتشال من على تول، رحت اخترت سمارت تمام هتتشال، وهكذا. يبقى اذا انا كده مش هقدر اختار غير حاجه واحده بس. تمام كده يا جماعه. فاذا اللي هيخليني اتعامل مع راديو بوتون بشكل صحيح هو الاتريبيوت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه نيم. وعلشان كده هاجي هنا في الملاحظات عند الراديو بوتون، هخليها بقى راديو تمام، وهكتب كده ما بين قوسين نوت نيم. حضرتك طبعا شايف الشرح وفهمت ايه هو موضوع النيم ده علشان تفتكرها وانت بتذاكر. خلاص. هروح اعمل بقى الاكزامبل 2 ده وهحط فيه موضوع الايه، موضوع الراديو بوتون. طيب هنضيف كمان حاجه زياده علشان يبقى اكزامبل 2 ده شامل كل حاجه. عندنا كمان اداه اسمها، دايما افتكرها بكده، سيلكت اوبشن. سيلكت خلاص داش كده اوبشن، انا هعملها لكم وانتوا هتعرفوها لوحدكم. اوكي، وليكن مثلا حاجه هنا كده بي ار، اقفلها، هاجي هنا وهعمل موضوع السيلكت دوت، وهقول له مثلا ايه؟ سيلكت
your salary مثلا. تمام، هفتح كده تاج واكتب كلمة select، وزي ما اتفقنا اي تول عندي او اي كومبوننت بديله اسم، وليكن هسميه salary. تمام، منساش ان انا اروح واعمل ايه واقفل السلكتايه ديت. قلنا الامر اسمه select option، فجوه السلكت هيبقى عندي اكتر من option، ليكن الاوبشن الاولاني الفاليو بتاعته بتساوي 1 مثلا، وطبعا لازم اروح اقفله. هكتب كده مثلا less than 1000، ده مثلا 2، ده مثلا 3، 2000، 3000. اوكي، مثلا تعالوا نشوف السلكت ديت عملت ايه، وانتوا هتفهموا لوحدكم. تعالوا نتفرج. بصوا select your salary طلع لي ايه، طلع لي ده احنا بنسميه كومبو بوكس او دروب داون ليست، حاجة كده بختار منها او بعمل select منها لقيمة محددة. اوكي، ها كلام جميل جدا. هروح اخد بقى الفورم العظيم ده اللي فيه كل الحاجات اللي احنا قلناها واعمله as an example 2 عشان يبقى عندكم الاكزامبل ده والاكزامبل ده. ندخل بقى على السؤال، بيقول لك write html file that creates the following form on web page. طبعا يعني متوقع ان هو يجيب لك حاجه شبه كده. الحته التركيه اللي موجوده هنا، تمام، طبعا انتوا شفتوا درس الفورم خلاص، ويفضل تكونوا برضو شفتوه من الدروس الاساسيه يعني، ولكن يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا فيه مربع، المربع ده فيه شويه حاجات. شايفين المربع ده اسمه ليجند، اسمه ايه؟ ليجند. طب بعمله ازاي؟ بكتب ليجند ستودنت انفورميشن وبقفل الليجند، خلاص خلصت. كده اه والله، يعني هو الموضوع على فكره مش ذل يعني. خلاص تعالوا كده الاول بس نتفرج على البتاع بعد ما خلص اهو. تمام، صدقوني والله الموضوع ما فيهوش اي حاجه خالص غير ان احنا نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. طيب مكتوب كلمه نيم، هتحطها في ليبل اهو نيم. طب ده ايه دوت؟ ده اكيد انبوت صح كده، او تكست انبوت او، والتايب بتاعه بتكست هتحط جواه نيم. وبعد كده نزل مرتين تحت، وبعد كده يوزر نيم ده ليبل خلاص، وقدامه هنحط تكست بيوزر نيم وهينزل مرتين تحت، بعد كده ليبل بباسورد وهينزل مرتين تحت، ري انتر باسورد خلاص بقى يعني، ما انا مش شايف ان فيها حاجه يعني. خلاص بعد كده انبوت تايب، ركزوا بقى معايا، طالما ان انا ده باسورد بالنسبه لي فلازم اقول له ان التايب بتاعي باسورد. فاذا انا عندي تايب تكست ده مكان هكتب فيه، وعندي تايب باسورد ده مكان هكتب فيه الباسورد، هيبقى مختفي يعني. بعد كده عندك الجندر ده راديو باتون، تمام، فهعمل ليبل كده وهكتب فيه جندر، وهيبقى عندي كام راديو باتون؟ 2، اول واحده اهي راديو والثانيه التايب بتاعها براديو، فدي كده من ضمن الحاجات. وفي واحده عليها تشيك، فحاجه كده واقول له على فكره دي تشيكد، تشيكد دي مع الراديو بيعمل لك نقطه كده عند الحاجه اللي تشيكد، وهنزل مرتين تحت. وبعد كده ايميل يا جماعه عادي، ده تايب بتاعه خلاص هيبقى، ها هيبقى بايميل خلاص. والبليس هولدر بنيم ادومين دوت كوم. ايه البليس هولدر ده؟ بصوا كده المنظر ده يا جماعه اهو، ده بليس هولدر. اول ما احط الكيرسور واكتب كده يختفي على طول، فده بيطلق عليه بليس هولدر. وده انا شايف ان ده اهم واحد على فكره، فانتوا امشوا مع كل واحد وشوفوا بيتكتب ازاي واحفظوه. خلاص ده ايميل فالتايب بتاعه بايميل، ده راديو بوتون خلاص ده راديو فالتايب بتاعه براديو، ده باسورد فالتايب بتاعه باسورد. كل حاجة موضحة نفسها، مش محتاجة مجهود منك خالص. خلاص كونتاكت نمبر وعامل لك هاش كده، تمام، فده الكونتاكت نمبر ده التليفون، فانت هتقوله انبوت التايب تليفون تل، والبليس هولدر تحط نفس البليس هولدر اللي هو عامله خلاص كده. والباترن ده ممكن تحفظه عشان تكتب تليفون بشكل صحيح خلاص، وده كمان ريكوايرد عادي خالص يعني، يعني ده للاسف بيتحفظ بس ما اعتقدش ان هو هيسالك عليه.
ليبل بروجرامينج سكيلز. تمام، المربع ده اسمه ايه؟ الله ينور عليكم، تشيك بوكس. يبقى احنا كده خدنا الراديو وخدنا ان المربعات دي اسمها تشيك بوكس. في واحد حد عليه تشيك؟ لا. لو حد عليه تشيك فكنت هتيجي جنبه وتكتب تشيكت بس. تمام، طيب مين ده بقى؟ ده هيبقى ايه؟ هيبقى سيلكت. شايفين البتاعة ديت اللي بتقفوا عليها كده؟ بصوا اهي. فلو عايز تعمل سيلكت دي اسمها سيلكت، فهتقول له والله التايب بتاعنا، او هتقول له انا اسف سيلكت اهي، سيلكت النيم بتاعها باي حاجه في الدنيا، هو عاملها ايه كوليدج. وبعد كده جوه السيلكت بتحط الاوبشنز، اوبشن مفتوحه اوبشن مقفوله، اوبشن مفتوحه اوبشن مقفوله. تمام كده، وجواها بتحط الايه الفاليو بتاعتها خلاص. وممكن ما نحطش فاليو عادي خالص. طيب ايه تاني؟ كده خلاص خلصنا. طيب بصوا بقى كده، ركزوا معايا ركزوا معايا، انا ازاي احدد ان الليجند بتاعي بدايته من هنا لهنا؟ تمام، ازاي احدد ان الليجند بتاعي بدايته من هنا لهنا؟ بصوا كده يا جماعه ركزوا معايا، الليجند ده علشان اعمله ليه ام كده ماما اسمها فيلد ليست، خليكم بقى فاكرينها. عشان اعمل الليجند ده فلازم يبقى انا اقول والله انا بدايتي النيم ونهايتي الكوليدج. فاعملها ازاي؟ عن طريق الفيلد ليست. فالفيلد ليست كده، وعشان اكتب كلمه ستودنت انفورميشن فبقول له الليجند بتاعي ستودنت انفورميشن. دي مهمه وفي الغالب هتيجي ان شاء الله. بعد كده انرولمنت كورس ليبل، وجواه سلكتايه، كل سلكت لازم يبقى جواها اوبشنز بتاعتها. تمام، وده ديت، فالتايب بتاعي بديت. تمام، فش حاجة يعني. وبعد كده عندنا تشيك بوكس خلاص. بس خلاص خلصنا. وفي الاخر بطن، يعني البطن دوت بتقول له بطن التايب بتاعي بسبميت علشان يدوس عليه يودي الحاجة بتاعته، وبطن تاني التايب بتاعه بريسيت. فحضرتك لازم تحفظ كل واحدة عبارة عن ايه. الصعب هنا مين بقى علشان تبقى انت عارف؟ رقم واحد، ازاي تعمل راديو بطن؟ ارجوك اعملها بايدك عشان هو ده اللي هتتسأل عليه. ازاي تعمل تشيك بوكس؟ ارجوك اعملها بايدك. ازاي تعمل سيلكت؟ هما دول التلاتة الصعبين، اكتبها بس بايدك وتعود عليها بس خلاص. الراديو بوتون التايب بتاعنا براديو بس. ولو عايز واحدة عندها تشيكد اكتب كلمة تشيكد، اللي هي القائمة المنسدلة بنقول عليها بالعربي. تمام، اسمها سيلكت وجواها اوبشنز، سلكتايه وجواها اوبشنز، والمربعات اللي هو تشيك بوكس. وشكرا وكده خلصت. خلاص الكلام ده لو ما تجربش هتبقى مشكله. كده احنا خلصنا اللاب ده، وان شاء الله بكره يبقى عندكم بقى اللابين الفاضلين.